السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي هنحسب الاريا من خلال الاريا اكستنشن او من خلال الكونتكيشن. هنا هو التاج بتاع الروم العادي، تمام. خلينا نسمي دي مثلا باث روم. كان في امبراطور بيحب يستحمى كتير، كان اسمه باث، فهم مسمين الحمام باسمه. طيب هقول له كالكوليشن اريا، تمام. هنا بيقول لي عدد الغرف اللي موجودة في المشروع هم 3، ممكن اقول له لا ده انا مش عايز احسب رقم 3، مش عايز احسب رقم 2. ممكن نكون متقسمين جروب جروب، يعني مثلا كل الغرف الخاصه بالحمام اعلم عليها يتحددوا مره واحده لو المشروع كبير. وبعد كده كالكوليشن رينج، هنحسب ايه اللي هنحسبه. طب الحيطه هنحسب من الفينش بتاع الحيطه ولا من السنتر ولا من الكور. طب في بعض العناصر مثلا زي الستير زي الروف هتحسبها ولا لا، هتحسب ازاي. الجنريت بروجكت داتا هنقول له اوكي، هنحسب من الروم الروم جروب وهكذا. طيب الاكسبورت هتصدره جدول اكسل ولا سي اس في ولا كصوره ديزاين ويف فورمات دي دبليو اف. الاكسبورت طيب بيبقى عندي اكتر من نوع، مثلا النت فلور اريا، جروس فلور اريا، التمبليت لو في اكتر من تمبليت، اعتقد هو تمبليت واحد الموجود دلوقتي. طيب هقول له كالكوليت فيبدا يحسب لي، مش هياخد وقت لان هم تقريبا 3 غرف. خلي بالك هنا هو غير وبدأ يحط لي المعلومات بشكل دوت، يعني ما بقاش روم 3 وخلاص، لا بدأ يحط لي الحساب بتاعته واللي طلعها. طيب ممكن اقول له اكسبورت واروح مصدر المعلومات ديت، طيب جدول بالشكل دوت، هيبدأ يجيب لي شكل الغرفة، يعني حاجات ادفانسد عن الحسابات العادية او الجدول بتاع الغرف اللي كان الريفت بيطلعها اوتوماتيك. طيب هنرجع هنا هقول له اوكي. خلينا نبص هنا، هيبدا يقول لي ليه ايه والليل ايه واليو ايه والسي، يبدا يجيب لي كل الارقام ديت. لو عملت سيلكت على الروم يبدا يجيب لي المعلومات ديت، بدا يديفولي ما كانش موجود قبل كده برضو. يعني هو بيديني امكانيات افضل بحيث ان الواحد يقدر يعمل اكسبورت الجدول فيه مع كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. طيب هو بدا يضيف بعض البرامتر اللي موجوده اوتوماتيك. طيب ممكن اقول له اديت روم وابدا احدد غرفه معينه واعدل المعلومات اللي انا مش عايزها، يعني اقول له مثلا الكالكوليشن فاكتور بدل 100% هخليه 50% 80% زي ما انا عايز. الريديوكيشنال ممكن تقول له انا عايزها مثلا اعدل انا الارقام ديت. فيكسد جلوبال ممكن اقول له فيكسد باي سب اريا، اقول له كانسل. طيب الجروب ممكن اقول له اديت روم جروب وابدا انسق بينهم، خلينا نقول له اد روم جروب او الروم جروب ده هيبقى في انهي فيو، او ممكن اقول له ايه سيلكت اليمنت اقول له مثلا دوت ودوت. بقول له فينيش يبدا يضيفهم لي موجودين في الجروب دوت. يبقى مجرد ان انا اختار الجروب نيم او الجروب نمبر يبدا يعمل لي تحديد للعنصر ده، فرض ان المشروع كبير. طيب اقول له اوكي. ممكن اقول له بقى الفلور اريا، عايز بقى ابدا احسب الجروس فلور اريا بالمانيوال كسلكشن ولا بالحساب، نبدا نديله المعادله اللي هو عايز يحسبها. الكالكوليشن بتاع الفلور اريا، النت فلور اريا، تبدا تشوف هتحسب ازاي بحيث يطلع لك الاسكادر بالطريقه اللي انت متعود تحسب بيها. هاي تشو اريا بوك اي دي، المعلومات اللي عايز تخفيها او تظهرها من هنا. الكالكوليشن سيتنج الاعدادات بتاعتها، تمام. ده الانترناشونال ستاندرد، تقدر تغير تختار اي واحد تاني في الالماني. الروم اساين تايب هتختار من هنا واحده. الهاي لاين 1 قد ايه، الهاي لاين 2، الكريشن فيو الليفل اللي هو 1 ده، لو عندي اكتر من فيو ابدا اختار اني فيو فيهم في الحسابات، يعني ممكن يكون عندي الليفل في كذا فيو فابدا اختار الفيو اللي انا عايز يعمل حساب عليه.